إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ويدخلها سبحانه من شاء من مرتكب الكبائر من عصاة المسلمين، فإنه قد جاء الإنذار والتخويف منها في القرآن العظيم المحكم، وفيما صح عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وما أُثِر عن صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، الذين هم خير الأمم وأنصح الناس للناس وأنفع الناس للناس. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى. وقال سبحانه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تبارك اسمه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. عباد الله، ولقد ثبت في سنن الترمذي رحمه الله بإسناد حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامهم؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي المسند بإسناد صحيح عنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: أي النار وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. أيها المسلمون، وفي الموطأ أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: أترونها، يعني النار، حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت، وهذا في حكم المرفوع لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. ولقد جمع نبيكم صلى الله عليه وسلم أهل بيته وبطون قريش وخطبهم خطبة بليغة أنذرهم فيها من النار، وقال موجها النداء إلى كل فخذ من قريش عامة وإلى كل فرد من أهل بيته صلى الله عليه وسلم خاصة: أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا.
قد أبلغتكم. ومرة أخرى قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها الحديد. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوت وقع شيء، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حيث انتهى إلى قعرها. زاد في رواية: فسمعتم وجبتها. وفي الترمذي عن الحسن البصري رحمه الله عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال وهو على منبر البصرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة لتلقى من شفير جهنم فتهوي 70 عاما تفضي إلى قرارها. وفي صحيح مسلم رحمه الله أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يومئذ، يعني يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عباد الله، لقد سمى الله جل وعلا النار أجارني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا منها بأسماء كثيرة، كل اسم يدل على وصف من أوصافها ولون من ألوان عذابها أو دركة من دركاتها. فسماها السعير تنبيها على شدة استعارها واشتعالها، وسماها سقر دلالة على سعتها وعمقها وبعد ما بين أسفلها وأعلاها وما بين جوانبها، وسماها السموم لشدة حرها ونفحها، وسماها نضى لشدة إنضاجها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وسماها الهاوية لبعد ما بين جوانبها فيتردى فيها المعذب مدة طويلة ما يصل إلى قاعها، وسميت الجحيم لشدة حرها وعظم جمرها، وسميت دار البوار لخزي أهلها وخسران فيها. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. معشر المسلمين، النار هي الدار والنهاية التي أعدها الله جل وعلا عذابا للكافرين والمشركين، ومن يشاء أن يعذبه من عصاة المسلمين حتى حين. قال تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه عن المشركين: وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. وهي الخزي الأكبر والهوان الأعظم والخسران المبين. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. وقال سبحانه: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فهي أجارنا الله جميعا منها دار العذاب والهوان والنكال، فبئست المهاد وساءت المستقر. قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. وقال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. معشر المسلمين، إن النار موجودة في مكانها معدة لأهلها، وبين وقت وآخر تسجر وتزاد من كل عذاب خطر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن وقت الزوال من كل يوم أنه وقت تسجر فيه نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: يوم كسفت الشمس ولقد رأيت نار جهنم
يحطم بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال: فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. متفق عليه. وفي صحيح مسلم والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الجنة والنار الحديث. وفيه قال: ثم أرسله، يعني جبرائيل عليه السلام، إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها سبحانه فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها، فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. فأفادت تلكم الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة عن وجود النار الآن وإعدادها لأهلها بألوان العذاب والهوان، وأنها محفوفة بالشهوات حتى لا يدخلها إلا مختار مقتحم لما فيها من الدركات عدلا من الأرض والسماوات، في من عصاه عالما مختارا من البريات. عباد الله، ولقد أبدى ربكم جل وعلا وأعاد في التخويف من النار بذكر عظمة أهوالها وشدة عذابها وألوان شقاء أهلها، فقال تعالى: ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وقال سبحانه: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وقال سبحانه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ المكذبين. وقال سبحانه: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وقال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهكذا عباد الله تتوالى الآيات ويتنوع السياق في التحذير من النار بصيغ مختلفة وأساليب متبينة ليتعظ العقلاء وينزجروا عن أسباب النار. أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، فوالله إنها تحت ممركم إلى الجنة، فلن يدخل الجنة إلا من جاوز النار. اللهم أنجنا منها بوجهك الكريم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث صحيحة أن الصراط يوم القيامة يمد جسرا فوق جهنم، ثم يؤمر العباد ممن ينتسب إلى اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمرور عليه، فناج مخدوش وناج مسلم ومكردس في نار جهنم، ذلكم أن كل عبد يعطى نورا بحسب إيمانه، حتى أن منهم من يعطى نور مثل إبهامه، وكلما زاد
وحسن الإيمان والعمل الصالح، زاد النور وتم وكمل وحال بين صاحبه وبين النار، حتى تقول النار لبعض عباد الله: جعلنا الله وإياكم ممن تقول له ذلك: جز يا عبد الله، فقد أطفأ نورك حري. والناس يمرون على الصراط أيضا بحسب إيمانهم، فكلما كمل الإيمان أسرع المرور، حتى أن من الناس جعلنا الله وإياكم منهم من يمر كالطرف، أي كإغضاء البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي تارة ويكبو في النار تارة، ومنهم من تأخذه كلليب النار فتلقيه في النار. فهول المرور وشدة الخطر، فهول المرور وشدة الخطر، ولهول المرور وشدة الخطر يقول المؤمنون مشفقين: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله أمر الله وغركم بالله الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام العروة الوثقى، واحذروا أسباب السخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، كل نار محرقة شديدة الحرارة، فكيف بنار جهنم التي أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، أجارنا الله وإياكم منها. قال تعالى: فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية. وقال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. عباد الله، إن النار خطيرة، وإنها أمامكم على الطريق، وإنه قد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص أي باطن قدميه نار، جمرة من النار تغلي منها دماغه. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيه رجل من النار فتنفس فأصاب نفسه لاحترق المسجد ومن فيه، فاجتنبوا النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن الكفر بالله تعالى وبشرعه ورسالات رسله هو أكبر سبب لدخول النار والخلود فيها مع الأشرار. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذلك الشرك الأكبر، فإنه والعياذ بالله مما يخلد في النار. قالوا: وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال تعالى: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا: وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها المسلمون، كما أن ترك الصلاة في طليعة الأعمال
التي ترضي أهلها في الجحيم خالدين. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وكذلك عباد الله، فإن منع الزكاة مما يوجب عذاب النار. قال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما أن النفاق من أعظم موجبات دخول النار والإقامة فيها. قال تعالى: وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وفي الآية الأخرى قال سبحانه: ولهم عذاب مقيم. ومن عظائم الذنوب التي وعد الله تعالى أهلها النار أكل الربا، أي الانتفاع به بأي وجه من وجوه الانتفاع. قال تعالى: وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قتل النفوس بغير حق، فإن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك عباد الله، فإن قتل المرء لنفسه من أعظم موجبات دخول النار. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فمات فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كذلك عباد الله، فإن أكل الأموال بغير حق عن طريق رشوة أو غير ذلك من أخذ المال بغير حق مما يوجب عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. كما أن استماع الأغاني وآلاتها من أسباب عذاب النار. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره إن هذه الآغية في الغنى. كما أن مما يستهين به الناس التصوير لذوات الأرواح وهو من موجبات النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. فاتقوا الله عباد الله وتأهبوا للمرور على النار، فما أسرع المرور ما بينكم وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات، ثم انتظار في البرزخ إلى يوم القيامة، ثم الحشر، ثم الحساب، ثم الصحف، ثم الموازين، ثم الجسر، تمرون عليه راغمين. فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.